السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا قصة اليوم وكلام، خلينا نسمع القصة إن شاء الله. معنا كلام، أين وصلت بلغ عني ولو آية، تفرعات وتشعبات بلغ عني ولو آية، إلى أين وصلت هذه القناة التي يتابعها قرابة 600,000 متابع وفيها أكثر من 1200 حلقة. نعم، نسمع القصة ونسير على بركة الله. تبارك الله، بفضل الله التزمت بسورة البقرة مدة معينة، أخذتها مرة يوميا، وربي أرشدني الطريق الصحيح، فتركت سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والخوض في الغيبة، تركت متابعة التفاهة، لبست الحجاب الشرعي، هذا جميل، نعم لبست الحجاب الشرعي، أصبحت أقرأ كتاب الله وأستغفر، وفي الطريق لحفظ كتاب الله. نعم، وفي الطريق لحفظ القرآن أصبحت أذكر الله، هذا كله بفضل الله، ثم سورة البقرة. أصبحت أفعل الطاعات مثل الرواتب، صلاة الضحى، السنن. أما الاستغفار كان فوق 10,000 لمدة معينة، فالحمد لله أمطرني الله، وصرت محافظة على صلاة الفجر، وأصبحت الدورة عندي منتظمة، لكن ينتابني بعض الخوف من المستقبل. رجاء ادعوا لي أتمم حفظ كتاب الله قبل أن يأتيني الموت بغتة. أنشر قصتي وخلي الناس تدعي لي لأهل شهيناز يصيروا يستغفروا، وأنصحكم أن تحافظوا على قراءة سورة البقرة والاستغفار. فهذه أختنا شهيناز ترسل لكم هذه الرسالة. السلام عليكم. قلت يا رب إن كان استغفاري مقبول أمطر لي السماء. الحمد لله يا رب إنها تمطر سحابة فوق بيتنا. الحمد لله يا رب إنها تمطر. الحمد لله يا رب سحب عادي وهي تمطر الآن. السلام عليكم. قلت يا نعم، إن الله قريب مجيب الدعوة. طبعا إن شاء الله في تعليق في صندوق الوصف ستكون كل هذه القنوات موجودة، يعني التعليق الأول على اليوتيوب ستكون هذه كل هذه القنوات التي نتكلم عنها موجودة. خلينا نسمع أين وصلت بلغ عني ولو آية، لتعرفوا لأي قناة أنتم تنتسبون، والفضل يعود كله لله جل في علاه، ليس لنا من الأمر شيء، هذا أمر الله، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا مع بلغ عني ولو آية. بتصلنا أسئلة كثيرة حول بلغ عني ولو آية، إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أن يشاء الله، إلى حيث يريد الله، إلى أين الوجهة الله. يعني من يمكنه أن يفكر بعمق في الوجهة وعظمة الوجهة سيعلم أن وجهتنا كبيرة جدا، عميقة جدا، تحتوي كل خلق الله. الوجهة عندما تكون الله ستحتوي البشر، ستحتوي الأرض، ستحتوي كل مخلوق على وجه الأرض. نعم، هذه وجهتنا، وجهتنا الله. وعندما تكون الوجهة لهذه العظمة فلكم أن تتخيلوا كل تفصيلة تدخل في ترتبية وفي حتمية أن نكون إن شاء الله تابعين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه هي الوجهة. فأريد أن أطمئن متابعينا ومن التحقوا بنا جدد، وأبلغ أيضا المحبين كما من يريدون أخبار بلغوا عني ولو آية، يبحثون عن أخبارنا في كل حين ويتمنون أن نجعل منهم وضيعة لحلقاتنا. لن يكون لهم ذلك، نحن يشغلنا الإنجاز، نحن ننجز بفضل الله، نحن نتطور بفضل الله، نحن يثبتنا الله وكل يوم يثبتنا بمن يلتحق بنا لتكبر بلغوا عني ولو آية. وكل يوم يلتحق بنا الآلاف، وضمن الآلاف هناك كوادر حقيقية يمكنها أن تكون ضمن فريق عمل بلغ عني ولو آية. إذن أريد أن أطمئن الأحبة كما أريد أن أبلغ من لا يريد لبلغ عني ولو آية أن تستمر.
إذا نقول نحن نستمر بفضل الله تعالى وبحوله وقوته، ينصرنا الله ويثبت أقدامنا الله ويرزقنا بمن يدعمنا الله جل في علاه، وبمن ينضم إلى فريقنا لنصبح أقوى بفضل الله، بفضل الله. وهذا التوسع والانتشار في ازدياد برعاية الله وبفضل الله هو الذي إن شاء الله يسخر لنا كل شيء في هذا الكون لتبلغ بلغ عني ولو آية كل بيت بحول الله. إذن أريد أن أقول أنه نحن عبارة عن 16 مجموعة على الواتساب، عبارة عن 4 قنوات على التليجرام، وبلغ عني ولو آية هي الآن أيضا 6 قنوات، 5 منها ناطقة بالعربية، 1 ناطقة باللغة الصومالية، وقناتين ناطقتين باللغة الإنجليزية، قناة بالإنجليزية العالمية وقناة بالإنجليزية أمريكا، قناة أيضا للأطفال وقناة ناطقة بلغة الإشارة. قلت 16 مجموعة على الواتساب، قنواتنا على التليجرام، هناك المركزية مع محمد حجازي على التليجرام، وهناك قناة أم رفيدة كذلك على التليجرام، هناك 3 قنوات أخرى، هناك قناة القصص، هناك قناة التسيير والعمل الجماعي داخليا، هناك قناة لتأويل الأحاديث. فهذه هي قناتنا، أو هذه هي مجموعة فريق عمل بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية لدينا القسم الشرعي الذي يعتني بكل موادنا، فكل ما كانت المادة، يعني كل مادة تعرض عليه وهو رقيب على هذه المواد بحيث أنها تكون لا تخالف الشرع. لدينا جهة قانونية أيضا، لدينا المستشارين قانونيين لبلغوا عني ولو آية حتى يعلم العام كما يعلم الخاص، ولدينا أيضا فريق تقني يبلغوا عني ولو آية، فريق المونتاج اللي هو التركيب الصورة والصوت، التركيب الفيلمي يعني، ولدينا خلية للترجمة ليعلم الصغير والكبير محبو بلغوا عني ولو آية. لدينا خلية للترجمة، خلية للمونتاج، خلية للإنتاج، ولدينا قسم للشورى، خلية الشورى من فريق عمل الفريق المؤسس الذي تبع مباشرة بفضل الله، تبع الأخ محمد حجازي. الفريق المؤسس طبعا هو مؤسس من فريق الشورى الذي أيضا نتشاور فيما بيننا فيما يتعلق ببلغوا عني ولو آية. المخطط كبير كبير جدا، من يريدون أخبارنا لا يمكن إحصاؤها في بضع دقائق. إن شاء الله لدينا الميلاد الجديد على بركة الله، ولدت على بركة الله لبلغوا عني ولو آية إن شاء الله. هذا الموقع الإلكتروني لبلغوا عني ولو آية هذا آخر ما ولد إن شاء الله بإذن الله. وطبعا لدينا قناة للأطفال التي جاءت قبل هذا الموقع بأيام قليلة، قناة أشبال بلغوا عني ولو آية إن شاء الله. لدينا أيضا فريق الآن يكون، سنتكلم عن هذه النقطة الآن، فريق يكون فريق إنتاجي للأنشودة الإسلامية التي بحول الله نحن نحتاجها لتكون مصاحبة لبعض المواد التي ننشرها حتى لا تقف عائقا أمامنا موضوع حقوق النشر ويمكن نشره أو عدم نشره. وبالتالي من خلال هذا التسجيل من يرى في نفسه المقدرة، لديه المقدرة على تلحين الكلمات، فإن شاء الله لدينا كلمات للأطفال وكلمات أنشودية للكبار، فنود أن يلتحق بنا من يرى في نفسه إمكانية التلحين. طبعا التلحين بالمؤثرات الصوتية ليس بالآلات الموسيقية. أعتقد أني هنا قد إن شاء الله لدينا أيضا موقع للتدوين، لدينا موقع أيضا للتدوين، هناك موقع ولد نحن نراقبه يعني على كثب، لم يتم الإنجاز به بعد، لكن هناك موقع إن شاء الله بدأ ينجز في تدوينات بلغوا عني ولو آية. لدينا أيضا قناة نسيتها هذه اللي هي مجلة بلغوا عني ولو آية، أقلام بلغوا عني ولو آية، وبدأنا إن شاء الله نكتب
في بعض المقالات حول بلغوا عني ولو آية. إذا من يريد أن يسمع الأخبار الطيبة عن بلغوا عني ولو آية، ها هي أخبارنا الطيبة تأتيك إن شاء الله من خلال همس المستغفرات، وربما من خلال بلغوا عني ولو آية مع الأخ محمد حجازي ومع أيضا الأخ خالد دياب. بلغوا عني ولو آية تكبر، التحق بنا مدام جبت الأخ سيرة الأخ محمد دياب. إذا من القنوات التي التحقت بنا قناة الأخ إبراهيم كندا The Truth الحقيقة، الأخ محمد إبراهيم من السودان، والتحق معنا كذلك لينقل قصص المستغفرين والمستغفرات والأخذين بسورة البقرة والآخذات الأخ خالد دياب أيضا في قناته. وطبعا هناك قناة همس المستغفرات، القناة المركزية الأخ محمد حجازي، وهي أول انطلاقة طبعا التي انطلقت بعد التدوينة، تلك التدوينة التي إن شاء الله لن تنسى، ستكون أول تدوينة فارقة في إعادة إحياء هذه الأمة من جديد. هناك طبعا القناة الإنجليزية العالمية، وهناك قناة الإنجليزية أمريكا. هناك من يقول لماذا الإنجليزية العالمية والإنجليزية أمريكا، ما الفرق بينهما؟ الإنجليزية العالمية هي تخاطب كل العالم، الإنجليزية الأمريكية هي اللغة الإنجليزية بالشكل الأمريكي، يعني ماذا أقول، الإنجليش الأمريكان لانجويج، يعني اللغة الأمريكية الأمريكية، فحتى تصل للأمريكان أنفسهم. والإنجليزية هي عالمية، وطبعا لدينا إن شاء الله ما سنطلعكم عليه يعني في أوانه ووقته، فإن شاء الله المخطط هو أول مرة، هذا المخطط ليس هرميا حتى نقول لكم، وليس هرميا وليس طوليا وليس أفقيا، هذا مخطط لدينا إحنا على أرض الواقع، لديه اسمه، سنطلع عليه الكل، ولربما يكون هذا المخطط الذي تمشي به وتتسع من خلاله بلغوا عني ولو آية بفضل الله. نعيد، بفضل الله، يعني المخطط والعمل والجهد والفريق والإنتاج كله بفضل الله، متى ما شاء استمر، متى ما أراد الله. لو نال منا العجب، لو نال منا الشيطان، لو نال منا الكبر، فكل شيء سيتوقف، كل شيء سيتوقف، وسيسحب الله عطاياه كما أعطاها جل في علاه. فبفضل الله نمضي، وبحول الله نمضي، وبقوة الله إن شاء الله نسلك طريقا في الصخر بحول الله وقوته. إذا متابعينا الكرام، إلى هنا نتوقف في هذه الهمسة المبلغة عن أخبار بلغوا عني ولو آية. إن شاء الله قريبا سترون إنتاجنا الإنشادي لبلغوا عني ولو آية، سواء للأطفال أو للكبار، وستكون لنا الأحقية والملكية الفكرية في ذلك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنسمع لقصة أخرى إن شاء الله بعد أن بينا إلى أين بلغوا عني ولو آية وصلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كل اللي يسمعني بيكون بخير وعلى خير يا رب العالمين. بدون إطالة حبيت أحكي لكم على قصتي مع الاستغفار وسورة البقرة. كنت قبلها أستغفر، لكن ليس بأعداد كبيرة اللي حكى عنها الشيخ حجازي، ربي يحفظه إن شاء الله. سورة البقرة كنت أقرأها يوميا، لكن لم أصل إلى عدد 4 مرات، ممكن مرتين، يعني مرة باليوم إلى مرتين كأكثر شيء، ولكن 4 مرات لا. بعد ما داومت لاحظت أنه أبي سبحان الله أقلع عن التدخين، بعد ما كان يشرب سجاير أكثر من 50 سنة. وأنا بقولكم مستحيل أبي يبطل شرب سجاير، مستحيل. يعني برمضان بيقول الله أكبر، هو بيفطر على مي، يأكل وعلى طول سجاير، يعني شربوا للسجاير بطريقة فظيعة جدا. بالاستغفار وسورة البقرة أبي لوحده كره السجاير بطريقة فظيعة، إحنا استغربنا، وحال أبي تغير، يعني كان نحيف صار ما شاء الله صار منور وسخن، يعني أصبح سمين نوعا ما، لأنه شرب السجاير كان بيقطع عليه الشهية.
فأصبح أبي يتمتع بصحة جيدة، والكل ما عرف أبي بتغير شكله من كان رفيع أصبح يعني ما شاء الله عليه ممتلئ. الحمد لله رب العالمين. يعني القوة في الاستغفار بدأ التغيير على أبي، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. هذا من فضل رب العالمين وبتسخير تاج راسنا الشيخ أحمد حجازي. شكرا لك أخي الفاضل. يا سبحان الله، من فضل الله بسورة البقرة إنها تنفع كل الذين من حول قارئ سورة البقرة، كل الذين من حوله في بيته، لو كانت عمارة كاملة فيها طبقات ستنفعهم. لا يدخل الشيطان هذا البيت ولا تستطيعها البطلة. يعني كل من يدور في فلك القارئ، كل من يدور في فلك القارئ يعني سينظمه الله، كان لا تستطيع البطلة. يعني ما بينفع إني أنا كل يوم أتخانق مع واحد وأنا قارئ لسورة البقرة. وصلت الفكرة لوين؟ إنه بيصل الأمر يعني في الشغل، في مشاكل سورة البقرة ستنظم المشاكل اللي في البيت عشان أنا يستقيم أمري مع سورة البقرة، عشان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. فبركة سورة البقرة تصل إلى عبر القارات، إلى شخص، لابنك، إلى والاستغفار طبعا. نعم، هذا هو عندما يبدأ عطاء الله المستغفر لا يعذب الله. عندي ولد عاق في خارج البلاد سيقومه الله، لكن صبر جميل وحدي 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 وحدي. وسورة البقرة كذلك ستقوم من في العمل، من في البيت، من في الجيران، كل الذين من حولك سيكون أمرك على خير، حتى يتحقق لك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذه بركة وتركوها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فإن كان من حولك باطل، أو طبعا البطلة مش الصحراء، ولكن كل شيء باطل. هذا جمال أن تعيش الآية، هذا جمال أن تعرف الله جل في علاه. الله يعطي ويعطي ويعطي ويغرقكم في العطاء، لكن لما بتقولوا الله اللي أعطاني، مش أبو أحمد اللي أعطاني، ولا البنك اللي أعطاني، ولا تركض إلى البنك لتأخذ قروض ربوية فيحاربك الله فيها. ثم أنت ما شاء الله، والله ما شاء الله، إحنا بتعين كل شيء، إحنا بتعين صلاة وبتعين نفقات وبتعين قيام ليل وبتعين أعراس وغناء وطرب وربا وإباحيات، وتابعين إحنا كمان قطيعة أرحام، ونحب البعيد ونكره القريب. نحب البعيد يعني البعيد بنحبه، القريب بنكرهه، لما بيقرب البعيد بنكرهه هو كمان. تمثيلية، احنا عايشين في تمثيلية، يعني مش عارف عمين بنمثل يعني. وصير واحد ايش يقول؟ الى متى هذا الحال؟ وهو سبب في هذا الحال، وهو هو نفسه هذا الشخص اللي بيسأله اكبر مجرم، يقترف كل إشي مما يشكو منه، كل إشي. يعني مش يعني هو على خير، يعني بيصلي وبصوم ولا يؤذي الناس ولا يؤذي الجيران، وما فيش عنده قروض ربوية ولا عنده عري ولا عنده غناء وطرب وإباحية، لا عنده كل شيء، ولكنه لمثل هذا الحال. الله يهدينا إن شاء الله عندما نتوب ونلزم الاستغفار، لأن الله لا يعذب المستغفر. ونأخذ بسورة البقرة لأن فيها التوحيد الحقيقي، فيها سأعرف حقيقة أنا مش بحاجة لقرض ربوي، سأعرف حقيقة إن الله كافيني ورزقي وفير، عطلت الذنوب. وصلت؟ الله بارك فيكم، الحمد لله رب العالمين. بلغوا عني ولو آية هي أعظم شيء في حياتك أن تفعله، ولو آية قال لك رسول الله، ولو آية عشت 60 سنة، ولو آية تبلغ تعيشها، اقطف ثمارها ثم أخرج للناس. نعم، تنشر دين الله، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كون أنت منارة، منارة للعلم، منارة للعطاء، منارة يهتدي الناس فيك، يجدوا أنك على خلق حسن، قولك حسن، عندك ثمار، عندك تحقق كل شيء، أمور تتحقق، في رصيد إليك، إن رصيد من الاستغفار ما شاء الله 10,000 القصص،
ومن سورة البقرة كذلك عشرات الآلاف والفضل كل لله دونت في التعليق، والإخوة يخرجوا بقصصهم وأمطار تنزل ويأتي. والله مش عارف أنا هو صراحة هو دايخ سكران ولا مش سكران، وينظر لنا. أنا برأيي يعني اجعل الاستغفار أبطأ أقل، وليه صلاة أنت والله بالصلاة تستعجل أكثر من الذكر. والله بقول لك بالصلاة، الرسول السلام قال لذاك الأعرابي قم صلي فإنك لم تصلي، لأنه استعجل، وأنت تستعجل بالصلاة وتريدنا أن نبطئ بالذكر. والذاكرين الله كثيرا ألا يزال لسانك رطب من ذكر الله. تنظير مستمر، يعني ما قلوب سوداء مربادة كالكوز المجخية، الكوب المشقلب لا يستوعب لك. تقرأ قصة ورا قصة ورا قصة ورا قصة، قصة الإمام أحمد مع الخباز كانت من 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 كمية سنة، أثرت في مئات الآلاف من الناس، وانتي 1000 قصة 10,000 قصة ما أثرت فيك. أي قلب هذا؟ ويأتي وينظر، يعني وكأنه يا جماعة أنتم مش فاهمين شو السيري هكذا، يعني بقولنا هذا المنظر لا أدريك سكران كنو، وترى الناس سكارة وما هي بسكارة، مش بالضروري سكران يعني شارب خمر، سكران هكذا من كثر، لأنه قلبه يعني قلوب سودت من كثر الفتن التي أصيبتها، فهي لا تقر معروفة تنكر منكرة. كل هذه القصة الذي يرى، لا تعالى أقول لكم كيف تستغفروا، لا إله إلا الله، بالله عليك هذا مش عجب. الحمد لله انشروا هذا الكلام. نعم الحمد لله رب العالمين، بينوا هذا الكلام، وصلوا للمشايخ، وصلوا لكل مكان. في التعليق في الصندوق الوصف في التعليق الأول ستكون كل روابط قنوات القصص، قصص المستغفرين، قنوات وروابط جروبات كلها في التوحيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.